هذا هو الموطن الأكثر شهرة لفن التطريز الشعبي الصيني. عدد سكان البلدة يقل عن 20,000 نسمة، وفيها 8,000 مطرزة. إن حرفة التطريز الساحرة تغني ألوانها وتصبغ خصائصها الثقافية. تفضلوا بمشاهدة تشونغو، موطن تطريز سوتشو، من مسلسل بلدات قديمة من نافذة على الصين. في الفجر بحيرة تاي هادئة، أشعة الشمس تفترش سطحها ووهجها ينعكس على العديد من لوحات المطرزات. شيخوا هو الاسم الأصلي لبلدة تشونغو، معناه أروع مكان في سوتشو الغربية. فعلا إنها مكان بديع كاللوحة، ناهيك عن جوها المعتدل ومواردها الغنية ومنظرها الساحر. تشتهر بلقب موطن تطريز سوتشو، ويعد تطريز سوتشو من أشهر الأنماط الأربعة للتطريز الصيني. ومع أن سوتشو مركزه، إلا أن المنطقة التي تقع فيها تشونغو حول بحيرة تاي مهد تطريز سوتشو. تشونغو موطن تطريز سوتشو تقع في شبه جزيرة بجانب بحيرة تاي، وتبعد عن سوتشو 26 كيلومترا شرقا. الأستاذ يي جي خون يعمل على دراسة تطريز تشونغو لسنوات، يرشدنا في تشونغو لنشعر بجو تطريز سوتشو الكثيف. تتواجد المطرزات في كل أنحاء تشونغو، ومنهن البنات والمعمرات. في إحدى عائلات الفلاحين صادفنا مطرزة كبيرة في السن. قيل إن الإبداع في التطريز متعلق بعرف الوشم القديم، لأن أسلافهم عاشوا بجانب البحيرة فوشموا أنماط التنين على أجسادهم. وبعد اختفاء ثقافة الطوطم حلت الزخارف على الملابس محل الوشم، ما أظهر التطريز الأقدم. بجانب هذا، إن ازدهار التطريز في تشونغو يرتبط بموقعها الفريد وبتربية دودة الحرير. إن تشونغو تقع في ركن نائم بجنب بحيرة تاي، وكانت معزولة عن الخارج، لذا بدأت نساء تشونغو النشيطات بالتطريز كي يزدن دخل العائلة. إن ازدهار التطريز في تشونغو ناجم عن العناصر الطبيعية والبشرية. ظهر بين الشعب وصدر من الحياة. كان الناس في تشونغو يطرزون على السلع الأساسية. في
في تشانغهو كل النساء مطرزات. إن حرفة التطريز حرفة متوارثة جيلا بعد آخر. كل أفراد العائلة كبارهم أو صغارهم يعملون في حقول تتعلق بالتطريز. يا خوي فون مطرزة من مطرزات تشانغهو، هي وشقيقتها يا خوي تشين مطرزتان مشهورتان. أبوهما رسام تطريز قديم متخصص في رسم خطط التطريز. إن رسم الصور في التطريز الخطوة الأولى المهمة، لكنه أصبح مشهدا نادرا في العهد الحاضر. 几十年前，老一辈呢，就是这个刺绣呢，都是第一个把这个稿，这个图案画到那个料纸上面去。这样呢，就是捆绣派系啊，培训的。这个就是像我父亲一辈呢，他们都是从小学12、13岁、14、14岁呢，就有这个小孩就去画了。哎，整天画，每一条笔面呢，就是每一条笔面，每一个那个旗袍啊，这个。 料纸上面都是手工画出来的，手工画出来的，所以呢，他们那个时候没有什么叫印刷什么的，都是手工画的。那现在画这个的人还多吗？这个现在根本没有了。إن فني الرسم والتطريز متعايشان، جودة الرسم تؤثر على جودة التطريز مباشرة. مشروع المخطط يرسم باستعمال اللون الأبيض المصنوع من البرافين والطلاء، ولذلك لن يبهت مع مرور الوقت. كانت زوجة الأستاذ ياو الراحلة مطرزة أيضا، هي علمت أختي ياو حرفة التطريز. اليوم ياو خويفن تعلم ابنتها الحرفة. قالت لنا ياو خويفون إنها لا تزال تحتفظ بأعمال تطريز أمها كمهر لها. <音>这个就是当时新娘的一个嫁衣，结婚要穿的。你看一下啊，哇，真漂亮！还有呢，像这种，这个是白纸图，这个呢是一个画片，作为装饰来的。它因为是一个白纸图，所以就寓意多生孩子，多子多福子。对，这是我妈妈出嫁的时候的一些陪嫁的，对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 ，
找婆家多困难的。找不到，如果说你不会绣的话，然后没有自己的进修可以嫁，就嫁不出去了。对，肯定找不到好人家就是。嗯，是不是绣的图案越美，就能找到一个更好的老公？也有这个说法，有这个说法。نكتشف التفاصيل في هذه البلدة القديمة من خلال حركة الاتجاهات الحديثة ونركب الدراجات في المهاد وكأننا ندخل قناة الزمن. تفضلوا بمشاهدة لونغ مين المتاهة التاريخية. إن إبرة التطريز بمثابة قلم والخيط حبره، كما قيل قديما إن خيط الحرير يصبح أسود في الصبغ الأسود وأصفر في الأصفر
وصباغة الخيوط الحريرية أهم خطوة في إعداد تطريز سوتشو. شيا تشين من محل الخيوط ستعرض لنا هذه الحرفة، وستأخذنا إلى بحيرة تاي لجمع الأصبغة أولاً. جزيرة غونشان تقع في وسط بحيرة تاي، وبسبب ارتفاع نسبة الرطوبة والساعات الطويلة من أشعة الشمس والأتربة الخصبة، أصبحت قاعدة لإنتاج الشاي للأباطرة في عهد سونغ الجنوبية. وشكل أوراق شاي غونشان رقيق ومجعد، ولون ماء الشاي زاك ونقي، رائحته عطرة. شيتين قالت لنا إن شاي غونشان ليس شايا فحسب، بل صباغا ممتازا. 为什么你们会想到用茶叶来做染料呢？因为这一个茶叶呢，它本身是在太湖中间的，没有污染的，天然的，贡山的茶叶，它那一个含绿色素比较多，啊，然后染出来的绣花线呢，绿色更加艳丽。啊，之前就听说过苏绣是以它的细致出名的，没想到它的染料都是如此的讲究。 قالت شياتشين إن النباتات من حولنا وحتى الخضار هي المصدر للحصول على الأصبغة. بعد سحق أوراق الشاي يمكنك صبغ الخيوط. 这个就是茶叶导出来的汁了，颜色很纯很纯很纯的绿色，还有淡淡的香的味道，茶香的味道，对，这个就直接可以染色了吗？是的。把这个颜色倒下。您这染料啊，需要染多长时间的不染好？一般呢，就是20分钟左右。 我看您就是一直在这弄，这个是为什么呢？这个就是为了让一个颜色能够均匀。哦，需要用这个木棍，然后这样调，上色颜色会比较均匀。没想到啊，一片茶叶居然可以染出那么漂亮的染线，色泽呢也是非常的好看，手摸上去质感也很好。据老板娘说啊，她的店里呢不只有这一种颜色的染线，所以现在呢我们去店里面去看一下。 في محل شياتين 1500 نوع من الخيوط الملونة، لابد لها من أن تلف الخيوط قبل بيعها. المراسلة تعمل جنبا إلى جنب مع الموظفة. تطور تطريز سوتشو خلال 3000 سنة، وفي مسيرة تطوره الطويل كان الإبداع في تقنيات الصباغة مرحلة صغيرة منها. في عهد أسرة سونغ، أحد المسؤولين لخص ميزات تطريز سوتشو بكلمتي الدقة والنقاء. الدقة تعكس الحرفة، والنقاء يشير إلى إنجاز الفن. في عصري مينغ وتشينغ وصل تطريز سوتشو ذروته في الفن، ناهيك عن البضائع الأساسية المطرزة. وشعت البضائع المطرزة القصرية، ومن جانب التقنية تفننوا بأنماط تطريز أخرى في أواخر عهد أسرة تشين، جمعت الذوق الشرقي والغربي معا، ورسمت اللوحات الزيتية والسكتش بالإبر والخيط. كل هذه الحرف التراثية جيدة في تشانغخو. في تشانغخو، يانغ شيه فانغ نالت ثناء مطرزة عالمة، كما أنها أستاذة فخرية في معهد الحرف في سوتشو، وقالت لنا إن الخيوط الدقيقة ذات جاذبية سحرية.
杨老师，我刚刚从远处走过来看这个猫，我发现近看远看这个猫它的颜色是不太一样的。其实它是用一种白色来绣的，都是用的白色，对，白线。那么这就是利用好了我们这个丝线材料的这种特性。材料呢，它是竖着的时候是最亮的，如果是竖着排针，那么横着排针呢，它是这根线同样一根线它是比较暗的，就是相对来说。明白了。如果是斜着排的时候呢，它就是取其中了，就是不暗不明，就是中间。所以你在欣赏这个刺绣的时候，只要给它一点点光，它就随着你的给它的光或者随着你的视角，不停的在灵动的变。那么这种变，这种美感是其他的画种或者其他的艺术门类没法替代，只有苏绣。那这就是苏绣的魅力所在，它可以做到。اختلاف اتجاه الخيوط يصنع نتائج ضوئية مختلفة للوحات المطرزة، وتغيير سماكة الخيوط يعبر عن إحساس حقيقي. بالنسبة للمطرزات، إن شق الخيوط مهارة أساسية، وبإشراف ليانغ شوي فانغ ومساعدتها، مراسلتنا تجرب. 再分一下，我看到了，对对，看到了，哎，我看到了，所以你不要把它松掉，你这个下面两个手指头把它稍微夹紧一下，拉紧了以后再用大拇指去分它，分出来了。好难哦！一般像这样的线是可以劈成多少份呢？一般的是一根线可以劈成16丝，16份里边还可以，每一份里边还可以劈成22个毛。这里边你看这个飘动的那一个就是一毛毛，这个就是。飘在上面的这个就是一毛毛，看到了？天哪！啊，是这里边是，不是吧？是的。كيف أصبحت تشينغخو أرضا متينة لتطريز سوتشو؟ وما الأسرار المخفية وراء التطريزين على وجهي الثوب ذي الاختلافات الثلاثة؟ تفضلوا بمتابعة تشينغخو موطن تطريز سوتشو. تطريز تشينغخو تطور من بضاعة أساسية إلى أعمال فنية، أسلوب إدارته نما من الإدارة اللامركزية إلى التصنيع والتكتل، حيث إن المطرزات يتحولن من ربات منازل إلى حرفيات وسيدات أعمال. عام 2000 تشينغخو أحرزت لقب موطن التطريز الشعبي الصيني من قبل وزارة الثقافة الصينية. في تلك السنة بني شارع التطريز في البلدة وطوله يبلغ 1.7 كيلومتر. وفي السنة نفسها جاء يي جي خونغ إلى هنا وبدأ تحقيقه الميداني. 当时两边都是稻田，店面也非常少。那么从这张照片可以看得出来，十年的这个巨大的变化。当时的交通状况也不是太好。那我当时过来的时候都要乘坐苏州的政府的经过目睹的这样的一个中巴车。 في شارع التطريز نحو 400 محل، معظمها لديها ورش خلف المحل أو تدمج ورشها مع المحل، وسواء أكانت محال تطريز أم ورش فكلها تحتفظ بالتطريز السادة. ووقوفنا بين هذه التطريزات كأننا نقف في المتحف. 这个作品叫什么名字呢？韩熙载夜宴图。韩熙载夜宴图。对。为什么这个上面还要用白色的宣纸把它包起来？因为怕丝线受到毛。
所以要保护。我发现这个章啊，也是特别有年代感，感觉就是直接盖上去，不是像绣上去的。因为它这个章啊，我要仿的它逼真，所以我用丝线弄点颜色，让它注胶，然后再绣上去。您绣这幅画大概花了多少种颜色的丝线？总共是有1000多个丝线，不同的。1000多个？对，1000多种。它的运针比较细密，色泽也比较文雅，真正体现了苏绣的它的平极、细密、精工雅洁的这样的一种特点。ناهيك عن شارع التطريز، شيدت تشانغخو صالون فن التطريز الصيني ومركز معارض فن التطريز. تشمل هذه البلدة على 7 عمالقة في الصنعة اليدوية في مقاطعة جيانسو، و11 شخصا من المشاهير في المقاطعة، وممثلة وراثة العناصر الوطنية للتراث الثقافي غير المادي. يشكل الشارع والصالون والمركز ممرا فنيا طويلا، ونافذة تسلط الضوء على ثقافة تطريز سوتشو، ومنصة الإبداع الأكثر وضوحا وتركيزا. الإبرة الفضية تغني ألوان البلدة القديمة، وحياة المطرزات براقة كأعمالهن. بالمصادفة شهدنا انتشار التطريز الضخم في تشانغخو. 这个尺寸是高度是35.5，对这幅作品的这个从尺寸来说也是一个挑战，线条的粗细、颜色的搭配、丝缕的走势和这个针法的合理使用。你看这一对花，这个里边的这个既有清晰的，又有朦胧的。如果说你朵朵具象，那么这样就是花像剪纸一样贴着的，但是又不能一片朦胧，那就没有了形状，又不行。因此呢，这个实际上是需要自己在实践过程当中自我去发挥。我们这批技师，我们从小就生长在这个地方，在太湖边长大。对，在太湖边长大的，所以对于这样的一个画面，我们都有一种很深的情感。情感，اسم هذه اللوحة الربيع أتى مبكرا إلى جنوب نهر اليانسي، وستوضع في قاعة الشعب الكبرى في بكين. قالت لنا إن ما نحتاجه في هذه الحقبة هو الأعمال الضخمة. الأعمال الضخمة بحاجة إلى قوة جماعية من المطرزات، وأيضا إن مستقبل فن تطريز سوتشو بحاجة إلى أرضية شعبية متينة وواسعة. في تشانغخو رأينا الزهور الفنية تتفتح في حديقة تطريز سوتشو، وهي ناجمة عن التعاون الجماعي للمطرزات. ونظرا إلى جهودهن ومواظبتهن، فإن تطريز سوتشو العريق جذب عددا كبيرا من عشاق التراث والهواة. لتطريز سوتشو مهارة معينة يحتاج إلى قوة التعاون، وسحره يحظى بدهشة من الناس. هذه المهارة هي تطريزان على وجهي الثوب ذي الاختلافات الثلاثة. تطريزان على الثوب ذي الاختلافات الثلاثة يعني تطريز لوحتين على وجهي الثوب، وهما ذوى ألوان مختلفة وصورتان مختلفتان وأساليب التطريز مختلفة. وقد تأسست في 90ات القرن الماضي في سوتشو. عدد الأشخاص الذين يتقنون هذه المهارة معدود، واليانغ شي فانغ تفسر لنا الأسرار المخفية لعمل الإبرة. 双面三刺绣要讲究两个人的配合，那个默契。现在要做到的是，我这边用的色达到我的目的，他那边不影响他这个图案。他那边是白色，我这边是红色，那么那边呢就要把这个所有的这个红色啊要藏起来。长征的目的是，我这边的花瓣能够要达到一种很滋润，比如说这一个红色，它要这个过渡一下嘛，
但是呢，我又不能破坏对面的那个图案的颜色，这样你就藏到那个原来的我插过来的那个针脚的旁边，我呢正好能够拉过来呢，你就看不见我的红线，这就是藏针引线，那么就达到了能够把它绣的颜色不一样，针脚不一样，还有它的那个这个轮廓都不一样。قالت ليان شوي فانغ إن هذه المهارة تبرز أناقة تطريز سوتشو وتغييره واندماجه. هذه السمات هي روح تطريز سوتشو أيضا، أو يمكننا أن نتخذها كرمز ثقافي لبلدة تشانغخو القديمة. إن الطبيعة والإنسانية تتلاقحان هنا، والتقليدي والعصري يندمجان هنا، والثقافة والتصنيع يتعايشان هنا بتناغم. القصص الماضية تذهب بعيدا عنا، والأساطير المعاصرة تقترب منا. إذا كان تطريز سوتشو شجرة جبارة، فإن ما تطرزه مطرزات تشانغخو هي الزهور الأكثر كثافة وتفتحا على تلك الشجرة.